زليخة الشهابي مناضلة ورائدة العمل النسوي الفلسطيني، شكلت في العام 1921 أول اتحاد نسائي فلسطيني، ثم أسست لجنة السيدات العربيات عقب عقد مؤتمر عام في القدس في شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 1929، حضرته 300 سيدة من كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية. لكن رغم أن النساء الفلسطينيات انخرطن في العمل السياسي منذ العام 1929، إلا أنهن ما زلن يعانين من الإقصاء والتهميش. فبحسب دراسة جديدة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بعنوان المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات 2021، فإن نسبة التفاوت بين النساء والرجال في مراكز القرار لا تزال كبيرة، فإن نسبة المشاركين في القوى العاملة 15 عاماً فأكثر بلغت 16.1% من النساء و 65.1% من الرجال. أما النسبة في الهيئات المحلية فبلغت 20% للنساء، بينما شكل الرجال نسبة 80%. أما بالنسبة إلى التوزيع النسبي للسفراء فشكلت النساء 10.8% مقابل 19.2% في المجال القضائي. أما في المجلس المركزي فتبلغ نسبتهن 5.7% فقط، وفي المجلس الوطني 10.9%، وفي الحكومة 12.5%. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفلسطينية حاولت عام 2014 النهوض بوضع المرأة عبر الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سداو من دون إبداء أي تحفظات، كما منح قانون الانتخابات الفلسطيني بتعديلاته النافذة كوتة خاصة للنساء بنسبة 30%. وفي الوقت الحالي ذكرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة يشكلن نحو نصف المسجلين للانتخابات الفلسطينية المقررة في مايو أيار المقبل بنسبة تصل إلى 49%. لذلك تتجه الأنظار إليهن على اعتبارهن قوة ستؤثر على نتائج الاقتراع.